أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة في جايتكس جلوبال. رحب بضيفتي الكريمة الدكتورة أمان المهيري، مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي بهيئة تنمية المجتمع بدبي. مرحبا بك دكتورة، شرف وجودك في البرنامج. يمكن المشاهد يسأل شلون تساهم هيئتكم في تنمية المجتمع، خاصة في مسيرة التحول الرقمي؟ تسهم هيئة تنمية المجتمع في مسيرة التحول الرقمي من خلال تبني التقنيات الحديثة والتطبيقات الحديثة والذكاء الصناعي لضمان النضج الرقمي. شو هدفنا من النضج الرقمي اليوم؟ هدفنا أن احنا نحسن رحلة المتعامل، بنفس الوقت زيادة الكفاءة التشغيلية، مما يعزز لنا الابتكار والرشاقة المؤسسية. ما بالتزامن مع الحلول هذه، نحن ندعم بعد البنية الرقمية التحتية عشان نحافظ على تعرف يعني التهديد والأمن السيبراني اللي موجود عندنا المتزايد. نضمن الاستمرارية، التوسع، قابلية التغيير وسهولتها بسلاسة، ما يكون عندنا أي إشكالية مستقبلية. شلون تقيمين مستوى التعاون مع دبي الرقمية؟ والله دبي الرقمية يعني هي شريك استراتيجي، ولا نعتبرها وإنما ممكن في عملية النضج الرقمي. عندنا مشاريع استراتيجية كبيرة مع دبي الرقمية تدعم المؤسسات والهيئات، منها على سبيل المثال عندنا اللي هو قياس النضج الرقمي اللي يضمن لنا أن احنا نواكب الركب. الموضوع الثاني عندنا مثلا في هيئة تنمية المجتمع المسح الميداني يضمن لنا أن نحول البيانات اللي احنا جامعينها إلى معلومات حقيقية نقدر ناخذ عليها قرارات ملموسة وحقائق، وتساعد تخذين القرار في فهم الواقع أو الحالات المجتمعية اللي موجودة عندنا الواقعية. ممكن من أهم المنصات إذا مش تكلم عنها منصة جود، أطلقتموها، حدثنا عنها وأهميتها. بناء على أوامر الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه، تم إطلاق منصة جود في بدايات 2024. منصة جود هي من المنصات المميزة جدا اللي هي جمعت العمل الخيري والتقنية. اليوم ممكن نقول العمل الخيري هي عملية تبرعات عادية أو بسيطة، لكن اليوم لما تدعمها بوسائل التقنيات الاجتماعية، ومو بس تدعمها، تمكن كل فئات المجتمع سواء كان القطاع الخاص، رواد الأعمال، عندنا بعد المقيمين والمواطنين أنهم يقدمون مش مجرد مبالغ مادية، حتى تبرعات عينية. تقريبا المنصة اليوم فيها 57 مبادرة متنوعة، وهذا يعطيك خلنا نقول يمد جسور التعاون والألفة ما بين القطاعات اللي موجودة في الإمارة نفسها. ممتاز ممتاز. استخدامكم للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أعتقد دخلتوه في مجال عملكم. بالضبط، نحن اليوم تواكبا مع الرؤية والمستهدفات الاستراتيجية، خصوصا استراتيجية خلينا نقول استراتيجية التحول الرقمي الشاملة في الإمارة، تم استحداث إدارة متكاملة اسمها إدارة المرصد الاجتماعي، تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات ودراستها ومعرفة أحوال الأفراد. هني عندنا تساعد متخذين القرار في أخذ قرارات واقعية لحالات إنسانية موجودة. هاي أول نقطة وتعتبر مهمة، لأن اليوم عندنا رفاهية المجتمع محور أساسي من المحاور الموجودة عندنا. في نفس الوقت مش اكتفينا أن احنا نعرف الواقع، لا، بدأ عندنا تحليل الذكاء الصناعي يتنبأ، يحلل لنا ويتنبأ لنا شو ممكن من الأنماط والسلوكيات اللي احنا موجودة عندنا كقواعد بيانات، شو ممكن عندنا تطلع حالات جديدة في المجتمع. هذا يساعدنا اليوم أن احنا نرصد التحديات ونحط لها حلول، وبالعكس نتقدم ونقدم حلول استباقية وخدمات استباقية. هذا الهدف للمجتمع. دائما سؤالي الأخير مع ضيوفي، دائما أسأل عن المشاريع المستقبلية، وأشهد ما شاء الله يعني هي دخلت على أرض الواقع وهناك خطة أيضا مستقبلية. فعلا نحن اليوم خلنا نقول أن فئة، لو بنذكر كمثال فئة الناس أو الفئة العرضة الأكثر عرضة للضرر، اليوم قلنا كيف نشوف وضعهم وكيف نمكنهم. اليوم ما نبغى الفئة هذه تكون معزولة عن المجتمع. عندنا فئتين، فئة الأسر المنتجة قبل تعرف أستاذي يروحون ومعارض ويدفعون، لا، اليوم بدينا نسوي لهم دورات ونوعيهم كيف انهم نمكنهم انهم يتبنون السوشيال ميديا، يتبنون الحلول التطبيق الوفر، يعني الحلول. دعم اقتصادي، دعم اقتصادي ومعرفي، وهذا الصح. بالضبط، ونفس الشيء شفنا عندنا فئة كبار السن اليوم معزولين عن المجتمع، ليش ما أدخلهم؟ بدينا نعرفهم شو هي التكنولوجيا، شو هي التقنيات، ندخلهم بعد في الاقتصاد المعرفي. إذا حاب التاجر حاب تدخل معانا، فهني صار دمج. ما نقدر نقول إنهم الماضي، لا،
هم ماضي وهم الخير وهم مستقبلنا. ودخلتوهم يعني بعض الكبار السن عندهم حرف قديمة عدتوها وكأن نقلتوها لجيل آخر. فعلا موجود عندنا أستاذي نادي ذخر موجودين هناك وينقلونها للجيل هذا وينقلونها حتى بالتقنيات الحديثة يعرفون يستخدمون ويتواصلون مع الجيل ويعلمون شو هي الحرف. ففي نادي متخصص لنقل المعرفة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دكتورة ونشوفك السنة اللي جاية في جايتك في خططكم المستقبلية بإذن الله. دكتورة أمان المهيري المدير التنفيذي الذكاء الاصطناعي بهيئة تنمية المجتمع بدبي. شكرا لك على الحلقة. شكرا لك أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة في جايتكس. مع السلامة.